الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا معكم إلى المسألة الخامسة والعشرون في أقسام الضرورة والإمكان هذه المطالب هي حقيقة مقدمات للإلهيات بالمعنى الأخص أو الإلهيات مطلقا دراسه الله تعالى وصفاته وافعاله الا انها في غايه الاهميه لماذا لانها قوانين الوجود والله تعالى وجود وفعله كذلك يندرج تحت الوجود قال محقق الطوسي ويشترك الوجوب والامتناع هذا هو الكلام الصحيح لم يقل المحقق الطوسي ويشترك الواجب والممتنع كلام في هذه العناوين في هذه المواد الثلاث ويشترك الوجوب والامتناع فيما في اسم الضروره يعني تقول الوجوب ضرورة كذا والامتناع ضرورة كذا وان اختلف بالسلب والايجاب نعم اذا ضروره متعاكسه الملاك هو الوجود اذا انضم الوجود الى الذات المقدسه هنا ياتي الوجوب اذا انضم الوجوب يعني الضروره واذا انضم العدم الى شريك الباري هنا تاتي الضروره نعم وإذا قلنا الذات المقدسة بالضرورة ينتفي عنها العدم. فتكون القضية هكذا. الذات المقدسة عدم بالامتناع، لا يمكن. ممتنع ثبوت العدم للواجب، كما كذلك شريك الباري يمتنع ثبوت الوجود له. أقول الضرورة كعنوان كلي تطلق، تطلق يعني تصدق، تحمل. على الوجوب من جهه وعلى الامتناع من جهه اخرى وتشملهما كعنوان كلي لها مصداقان وهو الوجوب والامتناع فان كل واحد من الوجوب والامتناع يقال له ضروري نعم لكنهما يختلفان بالسلب والايجاب فالوجوب ضروره الوجود والامتناع ضرورة السلب. ضرورة السلب هذه يجب أن نقف عندها جيدا. إذا كنا في دائرة العدم، شريك البارئ، معدوم. تقول شريك البارئ عدم بالضرورة. بالضرورة. هنا ضرورة العدم لشريك البارئ. إذا كنت لا، في الذات المقدسة فالله تعالى تقول: الله تعالى ينتفي عنه العدم بالضروره، يعني امتناع ورود العدم على الذات المقدسة بالضرورة. فالوجوب ضرورة الوجود والامتناع ضرورة السلب، يعني ضرورة سلب العدم عن الذات المقدسة. واسم الضرورة شامل لهما، نعم. ضرورة ثبوت الوجود للذات المقدسة وامتناع عروض العدم على الذات المقدسة بالضرورة يمتنع العدم عن الذات المقدسة مسألة سهلة جدا قال وكل منهما يعني من الوجوب والامتناع يصدق يعني يُحمل ويُعرض على الاخر اذا تقابل في المضاف اليه نعم واضحه جدا واضحه جدا بشرط التقابل العلامه الحلي هنا يوضح المساله سهله كل واحد من الوجوب كعنوان والامتناع كعنوان لا نتكلم عن المصادق يصدق على الاخر يعني الو... الامتناع يصدق على الوجوب والوجوب يصدق على الامتناع يعني في تساوق كيف؟ فإن وجوب الوجود يصدق عليه امتناع العدم. نعم قلنا الذات المقدسة إذا عرض عليه الوجود هنا بالوجوب ويعرض عليه الامتناع كذلك يعني يساوي الامتناع. الامتناع في ماذا؟ امتناع العدم. إذا هنا اتفق الوجوب والامتناع. الذات المقدسة يعني الله وجود بأي مادة الوجوب والعدم لا العدم لا يتسلل الى ذات المقدسه يرتفع باي ماده الامتناع اذا المعنى التصاق يعني اذا قلت واجب الوجود بالوجوب واجب الوجود عدم بالامتناع فانت في دائره المعنى الواحد هذا هو معنى التصادق يعني الوصول الى معنى واحد ليس التصادق بمعنى ان مفهوم الامتناع هو مفهوم الوجوب، لا. قلنا قاعده بنيويه كل المفاهيم متباينه بتمام الذات. اذا اذا قلت الذات المقدسه وجود بالوجوب يعني لا يتصور ان ينتفع عنها الوجود وبالتالي كذلك يساوي هذا المعنى ان العدم لا يتسلل مطلقا نهائيا الى الذات المقدسه. فياتي الامتناع. تقول: الذات المقدسة عدم بالامتناع، يعني يمتنع عنها العدم. إذا ما الفرق بين العبارة الأولى والثانية؟ ذات المقدسة وجود بالوجوب. ذات المقدسة عدم بالامتناع، معنى واحد، هذا هو التصادق. هذا هو التصادق، يعني الاتفاق في المعنى. نعم. كل واحد من الوجوب والامتناع يصدق على الاخر في هذا المعنى فان وجوب الوجود يصدق عليه امتناع العدم ويستلزمه وبالعكس كذلك الامتناع يستلزم الوجوب وكذلك امتناع الوجود يصدق عليه وجوب العدم ويستلزمه يعني تقول شريك الباري شريك الباري وجود بالامتناع شريك الباري وجود بالامتناع يعني الوجود لا يتسلل الى ساحه شريك الباري لانه متن العدم. او تقول شريك الباري عدم بالوجوب، معنى واحد ام لا؟ معنى واحد. اذا قلت شريك الباري وجود بالامتناع يعني يمتنع عنه الوجود. او تقول شريك الباري عدم بالوجوب، معنى واحد، هذا هو التصادق. نعم. فالوجوب والامتناع كل واحد منهما يصدق عليه الاخر اذا تقابلا في المضاف اليه، نعم. بما يعني بالمضاف إليه الوجود أو العدم اللذين يضاف الوجود والامتناع إليهما كما بينت لك بهذا التطبيق المصداقي ذات المقدسة وجود ما هي المادة الوجوب قضية صادقة ذات المقدسة عدم بالامتناع قضية صادقة فالوجوب والامتناع يحكيان معنى واحد هذا هو التصادق شريك الباري عدم بالوجوب يعني واجب العدم له صادق شريك الباري موجود أو وجود بالامتناع صادقة فتصادق الوجوب والامتناع في هذا المعنى وإنما اشترطنا تقابل المضاف إليه لأنه يستحيل صدقهما على مضاف واحد نعم أبدا يعني تقول اه ذات المقدسه وجود بالوجوب ذات المقدسه آه ذات المقدسه نحمل عليها ماذا آه نحمل عليها الوجود ذات المقدسه الوجود بالامتناع غير معقول يعني ضروره الوجود وعدم ضروره الوجود او استحاله الوجود غير معقول وكذلك شريك الباري شريك الباري عدم بالوجود بالوجوب واجب العدم شريك الباري وجود بالامتناع شريك الباري عدم بالامتناع غير معقول شريك الباري وجود بالوجوب شريك الباري عدم بالامتناع هذا غير معقول هذا غير معقول وإنما اشترطنا تقابل المضاف إليه لأنه يستحيل صدق الوجوب والامتناع على مضاف واحد يعني من حيث واحدة فإن وجوب الوجود لا يصدق عليه امتناع الوجود وبالعكس امتناع الوجود على شريك الباري مثلا لا يصدق عليه وجوب الوجود ولا وجوب العدم يصدق عليه امتناع العدم أبدا هنا مبدأ التناقض مبدأ التناقض دائما يراقب القضايا ونعم بل انما يصدق كل واحد منهما على صاحبه مع التقابل مع التقابل يعني ذاك يثبت ذاك ينفي كما قلنا وجوب الوجود يصدق عليه امتناع العدم وجوب الوجود يصدق عليه امتناع العدم يعني تقول الذات المقدسة وجود بالوجوب الذات المقدسة عدم بالامتناع يعني يمتنع عنه العدم نعم هنا تساوي والتساوق فالوجوب أضيف إلى الوجود والامتناع إلى العدم والوجود العدم متقابلا نعم مسألة سهلة جدا مسألة بنيوية وليست مسألة استدلالية ولهذا دائما يحيل إلى مبدأ التناقض لماذا يحيل إلى مبدأ التناقض؟ لأن هذا البنية يقول أنظر بنية الذين يجب أن يفهم هكذا المسألة وإلا مبدأ التناقض يختل فيختل الذهن البشري وبالتالي لا يصل إلى الواقع مطلقا قال وقد يؤخذ الإمكان هنا دخول في بيان تجلية الإمكان مصادق الإمكان من أين حصل عليه الإنسان من معاينة الواقع إذا عاين الواقع مع مراعاة البنية الذهنية تأتي هذه الأقسام نشير إليها واحدة بعد واحدة هو لم يذكر كل الأقسام لأنها جاءت أقسام بعد العلم الحلي كثيرة. قال وقد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين، هذا الإمكان العام. غير الإمكان الخاص الذي هو لا اقتضاء الصفة ولا نقيض الصفة. هذا يسمى الإمكان العام. اصطلاحاً، وقد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين فيعم الأخرى والخاص. يعني يعم الإمكان الخاص وزيادة جيد نبينه بمثال نبينه بمثال خذ أي قضية شئت الإنسان عالم عالم بالإمكان الخاص يعني قد يعلم وقد لا يعلم إذاً فيه مقابل ما هو اللاعل اللاعل إنسان عالم وفي مقابله اللاعل ركز على المقابل علم هل هو ضروري للإنسان ضروري بمعنى لا تنفك عنه ذاته أينما يكون الإنسان يكون لا لا أبدا من قال هذا إذا قابل أن ينفتح على العلم قابل أن ينفتح على العلم وهذا هو الإمكان العام، يعني سلب ضرورة الطرف المقابل، اكتبها هذه. سلب ضرورة الطرف المقابل. ويصدق حتى على الله تعالى. واجب الوجود. الله حي. طبعا الله حي هنا بالوجوب وحي كذلك بالإمكان العام. كيف تتعجب؟ طبق القاعدة. مقابل الحياة ما هو؟ اللا حياة. هل اللا حياة ضرورة لله تعالى؟ أبداً. فالله تعالى ينفتح على الحياة كالإنسان بالإمكان الخاص أم بالوجوب بالوجوب هذا هو الفارق وبالتالي الإمكان العام دائرة كبيرة يدخل فيه الوجوب والإمتناع والإمكان الخاص والإمكان الخاص نعم شريك الباري عدم روح إلى الطرف المقابل لا عدم هل لا عدم ضروري لشريك الباري لا عدم يعني الوجود لا ليس ضروريا وبالتالي ينفتح على العدم ينفت على العدم بالإمكان أم بالوجوب بالوجوب واجب العدم شريك الباري قال وقد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب ضرورة أحد الطرفين كما مثلت لك أنا فيعم الأخرى والخاص يعني يعم الوجوب الأخرى يعني الوجوب والامتناع والإمكان الخاص أقول القسمة العقلية ثلاثية واجب ممتنع وممكن ليس بواجب ولا ممتنع هذا بحسب الاصطلاح اصطلاح الخاص وقد يؤخذ الامكان على معنى عام يعني الامكان العام من ذلك وهو سلب الضروره عن احد الطرفين انت تختار تقول انسان حي طرف المقابل لا حي فلا حي ليس ضروره للانسان فينفتح على الحياه باعتباره ممكنا محدودا ينفتح على الحياة بالوجوب كش... كالواجب تعالى لا بالإمكان يعني قد تفاض عليه الحياة وقد لا تفاض نعم وقد يؤخذ الإمكان على معنى أعم من ذلك يعني من الإمكان الخاص وهو سلب الضرورة عن أحد الطرفين أعني طرف الوجود والعدم أو العلم واللا علم والحياة ولا حياة لا عنهما معان لا عنهما معا يعني ارتفاع الناقضين بل عن الطرف المقابل للحكم تقول انسان وجود ما هو المقابل اللا وجود هل اللا وجود ضروري للإنسان؟ يعني الانسان لا يدخل دار الوجود مطلقا لا مخلوقه تعاين ملايير الناس اذهب الى الصين والهند ترى ما يشبع عينيك من الناس اذا دخل الانسان الوجود اذا اللا وجود ليس ضروريا له لكن كيف ينفتح على الوجود؟ ينفتح عليه كالله تعالى بالوجوب لا بالإمكان الخاص هذا هو الإمكان العام يعني تقول الإنسان وجود بالإمكان العام ما معنى؟ يعني لا لله وجود ليس ضروري له نعم أعني طرفي الوجود العدم أو العلم ولا علم الحياة ولا حياة لا أنهما معا بل عن طرف المقابل للحكم طرف المقابل للحكم مثلا الإنسان حي هذا هو حكم طرف المقابل لهذا الإنسان ليس حيا حتى يكون ممكن الوجود هو ما ليس بممتنع يعني ليس بممتنع آه تقول الإنسان حي طرف المقابل ما هو حي هل اللاحي ضرورة للإنسان يعني لا يكون الإنسان حيا مطلقا لا هذا ليس ضروريا له فينفتح على الحياة إلا أنه انفتاح الحياة دقق جيد أنظر إلى الموضوع إذا كان هذا الموضوع محدودا ينفتح على الحياة ليس بالضرورة بل بالإمكان الخاص نعم حتى يكون ممكن الوجود نعم يعني يمكن أن يتصف بالمحمول هو ما ليس بممتنع، يعني ليس بممتنع عليه الحياة، ليس بممتنع عليها، عليه العلم وهكذا. ويكون قد رفعنا فيه ضرورة العدم. ضرورة العدم يعني ضرورة عدم الحياة، ضرورة عدم الوجود، ضرورة عدم العلم وهكذا. وممكن العدم هو ما ليس وممكن العدم هو ما ليس بواجب. نعم. ممكن العدم، الإنسان ممكن العدم، يعني ممكن أن لا يخلق. نعم هو ما ليس بواجب ويكون قد رفعنا فيه ضرورة في الوجود نعم تقول الإنسان وجود ما هو مقابله إلا وجود يعني العدم مركز على الوجود ضروري للإنسان ليس ضروريا قد يكون لا وجود فالإنسان وجود بالإمكان العام الإنسان لا وجود بالإمكان العام نعم هذا معنى الكلام ويكون قد رفعنا فيه ضرورة الوجود، كذلك ضرورة العدم، فإذا أخذ بهذا المعنى، يعني الإمكان العام كان أعم من الأول يعني من الإمكان الخاص ومن الضرورة الأخرى، يعني ضرورة بمعنى الوجوب والضرورة بمعنى الإمتناء التي تقابله تقابل من؟ تقابل الإمكان الخاص الذي يقابل الإمكان الخاص في المواد الثلاثة هو الوجوب والإمتناء فإن رفع إحدى الضرورتين يعني ضرورة مثلا لا حياة يشمل ثبوت الأخرى الحياة ثبوت الأخرى الحياة في الواجب بالوجوب في المحدودات والممكنات بالإمكان الخاص نعم فإذا رفع إحدى الضرورتين تفضل مثلا رفعنا الوجوب ماذا يبقى؟ يشمل ثبوت الأخرى يعني الامتناع والإمكان الخاص، إذا أشمل دائرة الإمكان العام، أشمل دائرة في داخله الوجوب والامتناع والإمكان الخاص، حتى الله تعالى يصدق عليه الإمكان العام طبيعي جدا، طبيعي جدا، تقول: الذات المقدسة عالمة بالإمكان العام، تقول: عجيب، افهم جيد الإمكان العام تفقه المسألة بسهولة روح إلى الطرف المقابل اللاعب ضروري للذات المقدسة يعني الله تعالى ليس عالما في ذاته ذاته تقتضي اللاعب نقول لا أبدا إذن ينفتح على العلم يعني يمكن أن يحمل عليه العلم حمل عليه العلم يحمل عليه كالمخلوقات أم بالوجوب بالوجوب هنا الإمكان العام تساوق مع الوجوب شريك الباري منفتح على الوجود الطرف المقابل لا وجود ضروري لشريك الباري نعم شريك الباري نعم هنا الامكان العام صار هو الامتناع روح الانسان فتح على العلم لا علم ضروري للانسان لا في الناس يتعلمون ناس متعلمون اذا الانسان ينفتح على العلم ينفتح بالامكان العام ينفتح كل الله تعالى بالوجوب لا ينفتح بالإمكان الخاص. إذا الإمتناع هنا الإمكان العام شمل الوجوب والإمتناع والإمكان الخاص. يعني عام في دائرة المصادق. وإن كان مفهومه يباين الوجوب والإمتناع والإمكان الخاص من حيث المفهوم يعني. أما من حيث الشمول المصداقي لا هو عام. نعم. هذا هو الامر اذا 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 قلت الذات المقدسه حياه بالامكان العام ماذا تساوق الوجوب هنا تساوق الوجوب تقول الانسان حي بالامكان العام هنا تساوق الامكان الخاص شريك الباري عدم بالامكان العام هنا تساوي الوجوب شريك الباري وجود بالامكان العام تساوي الامتناع وهكذا في جميع الامثله قال وقد يؤخذ بالنسبه الى الاستقبال الامكان الاستقبالي هذا اكتب قاعده هذا الامكان الاستقبالي لا الامكان ايه الاستقبالي فيه اشكاليه تعرض الخيال جيد أنا يمكن أن أصير مجتهدا بعد عشر سنوات مثلا هل اللا اجتهاد أنا الآن متورط به اجتهاد الذي يقابله ما هو اللا اجتهاد هل أنا متورط باللا اجتهاد إذا تورط باللا اجتهاد يعني هذا الوصف ذاتي لي أبداً لا يمكن أن نصير مجتهدين، هذه معضلة عالجها المحقق توصف في هذه العبارة في الإمكان الاستقبالي، يعني أنك يمكن أن تتصف بالصفة في المستقبل إذا وصل ظرف الاستقبال، لا ينظر إلى الحال. هذه كذلك تندرج تحت الإمكان المطلق، إذا عندنا إمكان خاص، إمكان عام، الأن إمكان استقبالي. وقد يؤخذ بالنسبة إلى الاستقبال ويسمى الإمكان الاستقبالي. نعم. أقول من العلم الحلي، قد يؤخذ الإمكان لا بالنظر إلى ما في الحال، لا تنظر إلى الواقع الظرف الحالي، بل بالنظر إلى الاستقبال حتى يكون ممكن الوجود هو الذي يجوز وجوده في الاستقبال. من غير التفات الى ما في الحال لا تركز على الظرف الحالي ركز على الظرف الاستقبالي وهذا الامكان احق الامكانات باسم الامكان لا ادري هذه الاحقيه من اين اين اكتشفوها باعتبار الوجود باعتبار السياق الوجودي ما نحن ما ندرس السياقات الوجوديه نحن ندرس العناوين بنحو كلي كل امكان له قيمته الكبيره نعم وسيأتي تفصيله إن شاء الله قال ولا يشترط العدم في الحال وإلا اجتمع أن مسألة بنيوية. ليست مسألة استدلالية يعني الآن أنا أصير بعد عشر سنوات مجتهدا فقيها مجتهدا هناك وجود الصفة. الآن في هذا الظرف هل انا متلبس بعدم الصفه اذا تلبست بعدم الصفه وصارت هذه الصفه ذاتيه لي لا يمكن ان اجتهد ابدا اذا الظرف لا يكون متصفا بعدم الصفه التي تاتي في الاستقبال وهذا اثاره المحقق الطوسي لظرف علمي هناك كان الناس أو العلماء يعتقدون بهذا الاعتقاد يرون أن الصفة التي تأتي في المستقبل مشروطة أن تكون يكون متلبس بها الإنسان في بنقيضها في 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 الحال في الظرف الحالي قال المحقق الطوسي: ولا يشترط العدم في الحال في دائرة الإمكان الاستقبالي لا يشترط العدم في الحال وإلا اجتمع النقيضان أقول هذا الإمكان يعني الإمكان الاستقبالي لا يشترط عدمه في الحال على مذهب الحق وذهب بعضهم إلى الاشتراط فقال لأنه لو كان موجودا في الحال لكان واجبا فلا يكون ممكنا وهذا خطأ ذاك الفهم العجيب هذه المسألة مراجعة إلى البنية إذا قلنا الإنسان الآن غير موجود حفيدك الآن غير موجود تفهمه بطريقتين متلبس بالعدم متلبس بالعدم هيمن عليه العدم فيأتي الله تعالى يضرب هذا العدم بالوجود إذا اجتماع النقيضين العدم تقبل الوجود هذا الفهم خاطئ جدا إذا الفهم الصحيح ما هو مرفوع الوجود ليس متلبس بالعدم فرق بين لا والتلبس بالعدم فرق يعني في الكون ليس له وجود ليس انه متلبس بالعدم الذي يتلبس بالعدم لا ينوجد ابدا لا ينوجد ابدا اذا هذا الانسان الذي سيجتهد بعد عشر سنوات بعد جهد وعمل وكد وتعب هل هو متلبس باللا اجتهاد؟ فكيف ياتي الاجتهاد ويستقر فيه؟ يستقر في نقيضه يلزم اجتماع النقيضين. اذا لا يكون متلبسا بالله باللا اجتهاد. منفتح على الاجتهاد، فرق بين منفتح على الاجتهاد ومتلبس باللا اجتهاد، اذا تلبس باللا اجتهاد مستحيل ان يجتهد، لان الصفه لا تاتي وتتحد مع نقيضها. نعم. وهو خطأ، لأن الوجود إذا أخرجه إلى الله تعالى. إن أخرجه إلى الوجوب، لأن الوجود إذا أخرجه أخرج، نقول المفروض يقول الموجود أحسن. الموجود أحسن، أدق وأرشق. لأن يعني الوجود إذا أخرجه إلى الوجوب أخرجه العدم إلى الامتناع نعم مسألة دائرة بين الأمرين أنت الآن هنا تريد أن تجتهد بعشر سنوات عندك الاجتهاد تحصينه للحصل عندك لا اجتهاد لا يمكن لي الاجتهاد يأتي لأنه يجتمع مع لا اجتهاد يلزم اجتماع النقل إذا ماذا تكون منفتح لا مجتهد ولا لا مجتهد. هذا هو المعنى، هذا هو معنى الانفتاح. نعم، لأن الوجود إذا أخرجه إلى الوجوب صار واجب الوجود في الصفة أخرجه العدم إلى الامتناع. وأيضا إذا اشترط اشترط في إمكان الوجود في المستقبل العدم في الحال كما يدّعي من قال هذا، اشترط في إمكان العدم الوجود في الحال. لكن ممكن الوجود هو بعينه ممكن العدم، انظر لكن ممكن الوجود هو بعينه ممكن العدم يعني منفتح على الوجود منفتح على العدم منفتح على الاجتهاد منفتح على اللا إجتهاد إذا إذا تلبس بالاجتهاد الاجتهاد الاستقبالي لا معنى له من باب تحصيل الحصر إذا تلبس باللا اجتهاد الاجتهاد الاستقبالي لا معنى له لماذا لأنه اجتماع النقي ضين نعم نعم لكن ممكن الوجود هو بعينه ممكن العدم ممكن الوجود يعني الشيء الشيء الماهيه شيء ممكن الوجود يعني الذي يتصف بالامكان يمكن ان ينوجد هو بعينه ممكن العدم يمكن ان يتصف بالعدم فيلزم اشتراط فيلزم اشتراط وجوده وعدمه في الحال هذا خلفون اذا ماذا تقول تقول انا منفتح على الاجتهاد وعلى اللا اجتهاد اذا درست وتعبت واجتهدت ياتي الاجتهاد اذا لم ادرس ولم اتعب واكد لا يأتي إلا اجتهاد أما أني متورط بالاجتهاد ثم اجتهد تحصيل حصل متورط باللا اجتهاد يأتي الاجتهاد يلزم اجتماع الناقضين. إذا ماذا نقول انفتاح يعني لا الاجتهاد ولا الاجتهاد هذا هو الكلام الصحيح نعم نعم فيلزم اشتراط اشتراط وجوده وعديم في الحال وهذا خلف لا يمكن وإليه أشار بقوله وإلا اجتماع الناقضين هذا هو إما اجتماع النقيضين أو تحصيل الحاصل يعني إذا أنت تلبست بالاجتهاد وتريد أن تجتهد في الاستقبال عندك الاجتهاد تحصيل للحاصل وهو محال يعني الاجتهاد مفروض وليس بمفروض اجتماع النقيضين أو تقول لا أنا متلبس باللا اجتهاد كيف تجتهد الاجتهاد يأتي ويجتمع مع اللا اجتهاد إذا اجتماع النقيضين بنية ذهنية حاكمة تقول إذا كيف؟ تقول تنفتح على الاجتهاد ولا اجتهاد يعني أنت متساوي النسبة إلى الاجتهاد ولا اجتهاد ثم تأتي الشروط الموضوعية من من العمل والدراسة والكد والتعب في البعد العلمي فتتلبس بالاجتهاد أو لا إذا أهملت الظروف الشروط الموضوعية لا تجتهد هكذا الأمر وإليه أشار بقوله وإلا اجتمع نقيضا بينها وايضا العدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل. وامكانه في الحال. فالأول فالاولى ان لا ينافي امكانه في المستقبل. وايضا العدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل. العدم في الحال هنا بمعنى مرفوعيه الوجود، ليس بمعنى التلبس بالوجود. والا نسف العلام الحل كلام كلامه مطلقا. وايضا العدم في الحال. العدم في الحال اين؟ يعني مرفوع الوجود ليس انه متلبس بالعدم لا ينافي الوجود في المستقبل، يعني اذا جاء الوجود ووجد الماهيه او الشيء منفتحا على الوجود والعدم هنا يتلبس بالوجود. اذا جاء العدم ووجد الماهيه منفتح على الوجود والعدم تتلبس الماهيه بالعدم. اما انها متلبسه بالوجود فياتي الوجود تحصيله الحاصل. متلبسه بالوجود ياتي العدم هذا اجتماع الناقضين فالاولى ان ينافي امكانه في المستقبل نعم نعم وايضا العدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل كما بينته انا العدم في الحال يعني بمعنى منفتح على الوجود والعدم لا ينافي الوجود في المستقبل نعم قد يتلبس بالوجود وقد يتلبس حتى بالعدم وجود الاجتهاد وعدم الاجتهاد وامكانه في الحال نعم ممكن في الحال يعني في الحال منفتح فالأولى أن لا ينافي إمكانه في المستقبل إذا كان في في الحال ليس بمستحيل في المستقبل من باب أولى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد